عاصم سليم يلعب تمريره طويله، احمد اشرف، حط جسمك يا اشرف، هيصوب يا ولد يا ولد، جول 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 جوه، جول احمد اشرف الكابيتانو. والله قلتها لك، والله قلتها لك يا احمد يا اشرف قبل بدايه اللقاء، هتجيب هدف النهارده. عملها الكابيتانو، عملها في الشباك، الكل بيتفرج عليها، كل من في الملعب بيتفرج عليها. احمد اشرف يضع ضربه البدايه، كرباك يا حبيبي كرباك في المقص الايمن للحارس يوسف نادر، على راي اسطوره التعليق المصري والعربي ميمي الشربيني، هاتها من جوه يا حبيبي، هاتها من جوه. الجون يا كابيتانو، قلت لك قبل انطلاق اللقاء عملها احمد اشرف ووضع ضربه البدايه. ابناء النادي الاهلي في لقاء العزه والشموخ والكرامه، يضع هدف اول. عبد النبي يلعب لعمر رزق، عمر كورتك معاك، عايز يمشي ويعدي عمر رزق، لسه عمر رزق، عمر رزق، لكن يرجع مرة تانية حماد الفيل، لم الفيل يا ولد يا ولد يا ولد، من قاطع على القائم، جول 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 يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلامة سلمى، يا سلامة حمد الله على السلامة، يا سلامة. والهدف الثاني، الهدف الثاني عملوها تاني ووضعوا الهدف الثاني، هدف غالي يا محمد، يا سلامة. الثاني للنادي الأهلي، محمد سلام نادر، وركلة الجزاء محمد أشرف، يلا يا راجل محمد أشرف، جول 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 جول، بالثلاثة يا حبيبي، بالثلاثة بالثلاثة، قصة الحب كتبها أولاد وأجبال النادي الأهلي. يا سلام يا محمد يا أشرف، بكل عقل بكل عقل بكل هدوء، تتهادى تتمادى إلى داخل الشباك على يسار الحارس يوسف نادر، هات من جوه يا حبيبي، هات من جوه. ثلاثة النادي الأهلي، مش واحد ومش اتنين، لا ده بالثلاثة بالتلاتة. أبناء النادي الأهلي بيقول لك الكبير كبير، أنا الأهلي أنت مين؟ الكبير كبير ويبقى الأهلي دائما وأبدا هو الكبير، شاء من شاء وأبى من أبى. وندور ونبدأ من جديد يا شباب على الهدف الرابع.